السلام عليكم. اليوم عندي شرح للموسم الثاني من مسلسل Into the Badlands. هذا الشرح حيكون يعني مناقش، يعني مو مراجع، لأن يعني مو معقول يعني واحد يشوف المراجع فقط الجزء الثاني، يعني إذا أريد أشوف المسلسل لا، فشيء أكيد يعني لازم واحد يكون شايف الموسم الأول على مدي يعني يفتهم الثاني. ولكن أنا أسوي مناقشة مو مراجعة. أول شيء بدي أتكلم عن الشخصيات. أول شيء ساني وباجي. ساني من التعارك بالأخير بالنهاية الموسم الأول، يعني مضت 6 شهور الأحداث بين ما أحداث الموسم الأول والثاني، 6 شهور، ويعني انشمر بمكان بعيد كلش، يعني كل يعني سفر طويل بعيد. هناك صاروا يشتغلون يعني شلون سجناء ويشغلوهم يكسرون حجر يعني الفحم. هناك تعرف على شخصية جديدة بالمسلسل اسمها باجي، اللي هو صديقه يعني الموسم كله وياه، كان دوره حلو يعني من أحلى الشخصيات اللي ضافوها بهذا الموسم. والناس ثاني يحاول يعني ينهزم على مدة يروح على ابنه ومرته، يعني هو بمساعدة صديقه باجي. هو أغلب حلقات الموسم 6-7 حلقات هو يعني مغامرة، ده يمشي يروح يعني ده يرجع للأراضي الوعر على مود ابنه ومرته. هنا ويا باجي نفس ما قلت يعني، ودوره حلو بالمسلسل يعني. أما نتكلم على الأرملة، عن شخصية الأرملة. الأرملة طبعا يعني ما أعرف شون يعني أحكي لكم عن يعني أناقش عن شخصيتها، ولكن هي باختصار إنه حاولت تسوي تحالف ويا السبعة اللي مسؤولين بهاي يعني الأحداث اللي صب بنهاية الحرب، ولكن ما نجح التحالف وأيضا نشبت حرب وياهم من جديد. نار نحكي عن كوين. كوين شفناه مات بالموسم الأول، ولكن لا طلع هو عايش بالموسم الثاني، واللي نقذه هو فايل. يعني هاي السبب يعني ليش تعفيخه بميت، ليش تنقذيه أصلا. وهنا يعني هو مهم الشرير لهذا الموسم، ولكن أنا شنو غايته إنه حتى موضحه بالمسلسل يعني، ولكن أنا يقول يمكن شف يعني دعوته إنه هي فينقذهم يعني وحافظ عليهم. شنو هو مصلحته إنه يعني يخليهم هو وهنا يريد يربي الطفل إذا هو عند عداوة أبوه، يعني يريد كتله بس سبب فايل. يعني المفروض هي ما تعوفي ميت، ليش تنقذي أصلا؟ هو واحد سيء شرير يعني عوفي ليش تنقذي؟ وحسب ما قال يعني هو قالت هي جتي علي ونقذتني، وأيضا هو اللي يريد يربي هنري اللي هو ابن الساني. وبالأخير يجي يتعارك ويا هو الساني ويكتلهم، يمكن مستحيل يعني ماكو رجع. وفايل بناءة الموسم تموت يعني، يعني هو من كتلة مرة عبالة ما تجاه ضربها وكتلها. ولازم يصير دراما بالمسلسل. وانا صار مصيبة الساني انه يبدو مغامرة جديدة بالموسم الثالث ويا ابنه هنري. هاي صعبة يعني انه امه ماكو بس هو وحده. اما نروح على جيد ورايدر. جيد ورايدر ورا من 6 شهور تزوجوا يعني لان عبالة ابوه ميت، ولكن انا ايضا هم يجي عليه كوين ابوه ينتقم من ابنه وكتله يعني. بس انا ما وضحوا عن يعني عن شخصية جيد شنو اللي صار بيها، وانه قال انه شلون يعني حاكمتها انه كوين ويا ما اتفقوا ويا الارملة، وانه هاي انه عساس هو حاكم. بس ايضا ما بينوا اذا قتلها اذا هو محبوسة، وما اعرف يعني شنو اللي صار بشخصيتها. هو يمكن يعني صار شو انا ما انتبهت، ما اعرف. نروح على شخصية ام كي وتلدا. ام كي بنهاية الموسم ايضا من تعارك ساني ويا ذول الراهبين اخذوا الام كي. ام كي ودوا المكان بعيد، هم بعيد يعني. يعني هنا عندك ساني وام كي متفرقين بمكان بعيد كلش. ام كي بمكان يعني دا يدربوا الراهبين، دا يعلموا شلون يسيطر على قوته، ولكن هذا المكان يعني بس ماخذين اللي هذول اللي يقدرون يتحولون يصير عندهم عطيه. هنا دا يدربوهم يعلموهم شلون يحافظون على نفسهم وهم يقدرون ياخذوها منهم يعني هالعطيه. وايضا هو يعني دا يحاول ينهزم منهم ونجح انهزم. رحيم صديقته تيلدا. وهنا تيلدا اصلا بهذا الموسم يعني شلون طورت شخصيتها يعني الرتبه، اذا هي كانت قبل مجند لا يعني شوي صارت مثل قائدة ومسؤولة. نعم دورهم أقوى يعني أم كي وتلدا أقوى. الموسم من ينجح يعني إذا سووا مسلسل موسم ينجح، الموسم الثاني يضيفون شخصيات أقوى، هاي من كانت نقطة بالمسلسل. ولكن هم بنهاية الموسم التقوا يعني، شوف بالموسم الأول بالحلقة الثانية يعني بداية التقوا، بس هنا بالموسم يعني الموسم كله ما حد يعرف بالثاني إلا بالنهاية يمكن حلقة 9 أو 10، لأن هم هنا يريدون يلاحظون على كل واحد يعني شخصيته، كل واحد شو يسوي، مو اثنيناتهم او سوى لا، هنا كل واحد حتى الثاني ويعني بعيد عن يعني عائلته، كل واحد وما يريدون يركزون على مغامرته يعني. الراهبين بالموسم الاول طلعوا ما بينوا شخصياتهم شنو، ولكن احنا عرفناها انه هذول اللي هم اللي يعني يقدرون يسيطرون على هذا اللي يتحول يصير عنده عطيه. والاهم بالموسم الثاني ماتوا وما حد يعني فسر قصتهم وتعمق بيها.
وأيضا تبين يعني إنه باجي إنه هو كان واحد منهم من الراهبين، ولكن هم أيضا هرب أو ما. وهنا نروح على شخصية والدو. والدو هنا بالموسم تطور شخصيته أكثر. بالموسم الأول يمكن ما طلع كل 3 حلقات بس بالحلقات يعني مشاهده هواية، لكن هنا هو هم تعلت رتبته يعني، لأن هو بين بالأخير إنه يعني كوين قال بنهاية الموسم الأول إنه أكو جاسوس بيناتهم، ولكن بعدين تبين إنه هذا الجاسوس والده. ولكن والده هنا الموسم الأول مو شرير، وحتى بالموسم الثاني مو شرير، نيته يعني بالعكس زينة ومو سيئة. هم نفس ما قلت شخصيته هم هنا أقوى يعني مع العلم الممثل هو هذا يعني جايب شخصيته إنه واحد أعرج وشنو القتالية ويحارب. لايدا بنهاية الموسم الأول أيضا رجعت لأبوها يعني رجعوا لدينهم، ولكن هنا هم أيضا يعني الهجوم اللي صار على قريتهم خلتها تهجرهم يعني قريتها، فراحت أيضا مغامرتها على يعني كوين، مو لكوين يعني الأراضي الوعرة. هذا الموسم يعني ضاف لك شخصيات جديدة قوية هم في فنون قتالية وحركات، نقطة حلوة بالمسلسل. تقييم الموسم الثاني هو 9/10 نفس الموسم الأولين. الموسم الثاني حلو يعني، أنا صراحة استمتعت بمشاهدة هذا الموسم. هذا اللي ناقشته عن الموسم الثاني وبس.